طلب الراحل حافظ الأسد إنه يشوفني. ودي جزائري أجت له وقال لي شهره هو محمد محسن اللي حكينا عنه. أول ما أجت راحت على كانت بباريس، أجت على لبنان طلعت على القاهرة سمحها محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب قال له روحي سوريا يدبروك، يعني روحي سوريا. يا ترى مظلوما وزي محروما. أرشيف كتير كبير، إن كان بكتابة الأغاني اللي رح أحكي عنها بعد شوي. حضرتك بتكتب شعر وبتنظم شعر محكي و أنا كتبت قصيدة طلب الراحل حافظ الأسد إنه يشوفني. اللي هي على صدر الشام، كتبتها بعطيتها مروان قنوع أخرجها وزيهت بصوت طالب يعقوب. قصيدة ما تغنت، فقط قصيدة لحد الآن ما تغنت. 100 بيت هي 100 بيت. وقابلت الراحل حافظ الأسد، كان تجديد ولاية ما في إلا يزعوها يحطوها يزعوها. سمحها هو بالسيارة، سمحها تاني مرة بمكتبه. هذا اللي عرفته منه. طلبها، المهم قبل الساعة 10 وصلت للقصر الجمهوري. والله بعد شي 40 يوم بيخبرني محمود جبر وبيخبرني سهيل كنعان نقيب الفنانين انه حددوا لك يوم كذا 10 دقائق لتشوف فيهم السيد الرئيس. تشوف فيهم السيد الرئيس. هذا اللي طلب بيت وهذا اللي طلب سيارة وهذا. أنا طلعت فتت، استقبلني أبو سليم دعبول، استقبلني حافظ الأسد الله يرحمه. الله يرحمه، الله وقف على حيله قال لي قبل ما تقعد سمعني على صدر الشام. بديها بصوتك. فقلت له على صدر الشام تربينا، على صدر الشام وبظل الشام حبينا وعشقنا الشام، على صدر الشام تربينا، على صدر الشام وبظل الشام حبينا وعشقنا الشام، على برد سرنا بعيون ما تنام، وعيون على صدرك سهرانة وبعيونها الشام، وبعيونك نغمة حرية عليها ربينا، وعلى صدر الشام تربينا، على صدر الشام، على صدر الشام اجتمعنا والشمل التم، على صدرك يا أم الأبطال يا أكرم أم، على صدرك جيشك، جيشك على صدرك ابنك بيفديكي بالدم، وعيون على صدرك سهرانة وبعيونها الشام، وعلى صدر الشام تربينا، على صدر الشام عشقنا الشهادة على صدرك وحبينا اللحد، عشقنا الشهادة على صدرك وحبينا اللحد، يا أقدم صدر وصدارة يا صدر المجد، وصاني بيي وبي وصاه الجد، وصاني صون ترابك بيوم الجد، وعلى صدرك شباب وبنات سهر وعلى عهد، وعيون على صدرك سهرانة وبعيونها الشام، على صدرك وردة يا وردة رواها الدم، على صدرك وردة يا وردة رواها الدم، على صدرك للمجد حكاية حكاها العم، ابني وجاري وعمي وداري بصدر الأم، حتى التاريخ، حتى التاريخ حدث عنك وفيك اهتم، ورسول الله، ورسول الله بأدم وزار أدم الأم، وعلى صدرك حافظ ومحافظ على عهد الأم، يا أم الأبطال بلدنا غالي علينا، وعلى صدر الشام تربينا، على صدر الشام، على صدرك إن لا تفريط، على صدرك إن لا استسلام، على صدرك إن لا تفريط، على صدرك إن لا استسلام، على صدرك ترجمنا الكلام أفعال آلة رأي الشام، وجبالك آلة لسهولك، نكبر نكبر وحاملين حب الشام، نكبر وشروشنا بالأرض عم تسقينا يا نبيع الشام، على ورق شجرك في كلام، على ورق شجرك في كلام مكتوب بالعربي لا تفريط، مكتوب للعربي لا استسلام، على صدر الشام تربينا، على صدر الشام اللي قلت لك هذا تلتها. شو حلو ناخذ البرنامج، شو يعني حلو، شو حلو، انا حبيته تركتك على راحتك. غير هيدي القصيده كتبت كتير قصائد كتير انا كاتب اغاني، يعني انا مثلا ببرنامجي حكايه فن الفنانين
يلي أخرجه الأستاذ محمد عنقر كان كل حلقة فيها أغنيتين على مدار 300 على مدار 150 حلقة في 300 أغنية. غنوا لك يمكن سمير سمرة، غنى لك نعيم حمدي، عصمت رشيد، غنى لي نعيم حمدي عصمت رشيد أكثر واحد غناني، غناني شي 70 أغنية حلو غير ال 150 اللي بالبرنامج. أنت شو آخر شيء سجلناه أنا وعصمت رشيد الشغلة موجودة بالإذاعة بتقول الله لما خلق الكون زين هالكون بالشام، ولو بتدور كل العالم ما بتلاقي مثل الشام. موجودة سجل عصمت من سنة مسجلة من هدول القصص كمان. الله 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 على الجيش عملنا، الله يا سوريا الله جيشك يلي عد العدة دافع عنك وقال يا الله كمان على الأزمة هدول يعني اشتغلنا وحطينا. أستاذ يعني بتكتب حلو وصوت حلو وعندك هذه الملكة الموسيقية، ليه ما روشت أو ليش ما اشتغلت على حالك كمطرب وكموسيقي ولا كشاعر غنائي؟ شاعر غنائي شغلت التمثيل أخذك أكثر؟ التمثيل أخذني أكثر والكوميديا أخذتني أكثر وال يعني حالة أنه يعني ما بينفع أنا يعني مثلا أنا سمعتني وردة جزائرية وردة جزائرية اجت لهم وقال لي شهره هو محمد محسن اللي حكينا عنه هلا هذا. اول ما اجت راحت على كانت بباريس، اجت على لبنان طلعت على القاهرة سمعها محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب قال لها روحي سوريا هناك في الامير يحيى الشهابي يدبروك يعني روحي سوريا. اجت لهم وكانت جبهة التحرير الجزائرية وكانت ملقى القبض على جميلة بحريد وزهرة أبو ظريف هالمجاهدات هدول. فكتبنا مسلم البرازي أنا من الجزائر أنا عربية أهلي شعبي سائر وبيطلب حمية من الجمهورية المتحدة العربية. موجودة بالمكتبة ما بعرف إجا خربوها أو بالمكتبة عندهم موجود. نحن عندنا كنوز هون بالمكتبة بس ما في مين ينبش، بدأ حدا ينبشون. بس لقائك مع وردة شو عن شو أثمر؟ ما يعني المهم وردة عمل لها محمد محسن جميلة يا جميلة كلنا جميلة البطلة النبيلة سجن الأعادي بطلة بلادي والغنية ضربت في الوطن العربي. بعدين عمل لها على شو يا عيوني على شو على شو يا روحي على شو وعمل لها على مفرق درب الحبايب واقف مستني وقطع حلوة هي يعني فيها شقفة بتقول النجمة الحيرانة بسألها ليك والنجمة السهرانة بتقول سهرانة ليك يا ترى مظلومة وزي محرومة بستناك ما بيرجع شيء. شو حلو. المهم أنا أجيت في الحارة عنا عيلة جزائرية بيت مزيان بيت مزيان هدول فيهم شيء 100 شهيد أبعدون عن الجزائر إنه حاجتكم خلاص روحوا إجوا لهون على سوريا. من هون اسمه سيف الدين مزيان موسيقي بيعزف كمان الله يرحمه إلهي. تعرفنا عليهم من خلال اختي مع بنتهم وكذا وبعدين كبرت المعرفة قامت اجت البنت الصغيرة اسمها بشرة قالت لأختي بتجي لعنا بكرة وردة جزائرية قالت لي نعم انا سمعت بردة بتجي. رحت لعنده لسيفه شو يا سيف قال ايه والله جاي انا عم بعزف لها بالإذاعة عم بعزف لها عم تشتغل بإشبيليا بكرة بتجي تاكل عنا أكلة جزائرية كسكس هاي الأكلة مغربية صحيح. جيت تاني يوم سلمت عليها قلت لها أنا فنان قلت لي بأمارة إيه قلت لها هتسمعني في شغلة اسمها مضناكة قفاهو بس عاملها أنور رشدي هو في فيروس صغيرة هي مثل موشح بتخيل موشح أندلسي كان يوم موشح أندلسي صحيح فعملتها فيروس يا ليل الصب متى غدو متى غدو لكن انت لا كروان الفن وابو البلو مش لاقي حد يؤكله
ويغني على من يجهله فيؤنب إذا يضرب. المهم أعطي صوت حلو كويس بس يعني برضك يعني أعمل ضد ربك بيساعدنا ما عاد حكيته. نعم.